أنا زرت كثير مدن في العالم، وفي كل مدينة كثير أحياء، بس هذه الزيارة لحي مختلف، حي ثقافي. يعني إيش حي ثقافي؟ هل قد زرت حي فيه متاحف وصالات سينما واستديو للفنون ومركز تعليمي كمان؟ كل هذه في حي واحد. هذا حي جميل في جدة. حي جميل، حي فعلا مختلف. هو مركز ثقافي مميز على مساحة 17,000 متر مربع في عروس البحر الأحمر جدة. هذا الحي يجمع مختلف المجالات والفنون والتخصصات، ثلاث طوابق في هذا الحي، والضم فنون حي، وهو متحف على مساحة 700 متر مربع. هذا غير سينما الحي. سينما الحي هي أول سينما مستقلة في السعودية، وغيرها مساحاتها متعددة الأغراض اللي ممكن ينعمل فيها ورش عمل وبرضه محادثات. طب هذا الحي هل تتوقعوا فيه سكان؟ أكيد في سكان، لأنه حي جميل يجمع المتخصصين في الأعمال الإبداعية الرائدة في المملكة العربية السعودية، ويطلق عليهم سكان حي. فكرة حي جميل أنه يجمع في هذا المكان وتحت هذه المساحة الكبيرة مكان واحد مجتمع ثقافي متنوع، يعزز الحوار بين الثقافات ويكون محطة لإنتاج الأعمال الإبداعية في كل الفنون طبعاً. وهذا الشيء اللي أثر حتى على هندسة المكان المعمارية اللي صممت هذا الحي بشكل فعلاً جميل. من كيف يعيش في حي جميل، نقول لكم فمان الله.